اليوم احنا جايين على مسجد الشمالية. مسجد الشمالية مسجد كبير، مش زي ريان وفاتح اللي ساعة وساعة ونص خلصنا. هذا مسجد كبير، يعني في نساء، في مسجد نساء كيف ما انتم شايفين، وفي فوق مسجد كبير للرجال، وفي كمان حمامات، حمامات كمان للنساء مراحيض، وفي للرجال. يعني احنا هلا الحمد لله احنا كتار، مش كتير كتير، بس احنا مناحن كتار. في جاي كمان غوتي، جاي كمان غوتي الصغير شعبان. رح نتقسم لمجموعات. هلا احنا رح نبدا هنا، انه في اجتماع فوق نص ساعه بخلصوا، بنخلص هنا بنبدا فوق المكتبه. بس القران الكريم، بس ايش المصاحف، يعني في عندكم هنا دفاتر فوق تبوش فيهم الكتب، تبوش فيهم بس المصاحف نطلعهم. وكيف بدكم تعرفوا غبره بنمسحهم ونرجعهم كيف ما كان. طبعا نمسح كمان المدافيل من عين، كله هذا المدافيل، مشان كل المكتبه هاي من عين بنمسح المدافيل. الكتب هذول ما تطبش فيهم، يعني بس من عينهم عشان نمسح المدافيل ونرجعهم. بس المصاحف. ثاني شيء عندنا حمامات جوا، ثلاثة إلى أربعة بدخلوا بنظف الحمامات على الباب، بتقعد اثنين معك ثلاثة. أيها المختار، يا أيها المختار، لمدحه ماذا أقول، ماذا بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا، نادى بك الرسل الكرام اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد